الحكاية النهاردة عايزة تركيز شديد، وده لأنك هتشوف نشأة بني إسرائيل الأولى، والحلقة دي مهمة جدا وتعتبر من أهم حلقات المسلسل. فأوراق التاريخ تفضل ورقة بني إسرائيل ورقة مميزة وعلامة فارقة في تاريخ البشرية، بس الأول لازم تعرف بداية الحكاية، والبداية كانت من عند سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب كان عنده طاقة كبيرة جدا من الحب، وده الشعور اللي كان طاغي عليه طول حياته زي ما هنشوف في حلقة النهاردة. لكن قبل ما احكي لك القصة بأحداثها وتفاصيلها، يشرفني جدا اشتراكك في القناة، وياريت تعمل لايك عشان تساعد في انتشار الحلقة دي. بدأت الحكاية مع سيدنا يعقوب، واللي كان ليه أخ تاني واسمه العيس، واللي يعتبر أبو الرومان، والاتنين أبناء النبي إسحاق. وسيدنا إسحاق كان بيحب سيدنا يعقوب جدا، وكان هو الابن الأصلح عشان يرث النبوة، لكن الحب ده ولد غيرة وحقد كبير من العيس على أخوه يعقوب. سيدنا يعقوب كان معروف عنه الصلاح والتقوى وحبه الشديد لسيدنا إسحاق اللي هو أبوه، بينما العيس كان معروف عنه حب السلطة والتسلط على أخيه، وكان دايما بيفكروا ان هو المولود الأول على الرغم من انهم كانوا توأم. المهم الغيرة والحقد دول فضلوا يكبروا في قلب العيس لغاية لما قرر انه يتخلص من أخوه يعقوب، وكأن كل شيء في الكون ده بيتكرر والأحداث بتعيد نفسها من جديد باختلاف الزمان والمكان. المهم ان دافع الغيرة والحقد من العيس على أخوه يعقوب خلى أمهم تحس بالخوف الشديد على يعقوب، خصوصا ان سيدنا إسحاق في الوقت ده كان شيخ كبير طريح الفراش وفقد بصره. فقررت الأم انها تهرب يعقوب، وقالت له انه لازم يروح عند أخيها لبان في بابل. وبالفعل جهز سيدنا يعقوب أغراضه وهاجر على بابل هربا من بطش أخيه، وراح لخاله. وكان معروف سيدنا يعقوب بالخجل الشديد والذكاء العظيم. لبان بقى ده كان راجل ثري جدا، وبيمتلك مزرعة كبيرة جدا ومشية كتير وعبيد كتير شغالين عنده، وبيمتلك ثروة كبيرة جدا من المال. من هنا بتبدأ قصتنا تاخد منحنى تاني. أخيرا بيرجع حد من نسل سيدنا إبراهيم على بابل مرة تانية، ومش أي حد، ده سيدنا يعقوب حفيد سيدنا إبراهيم. سيدنا يعقوب أول ما راح بابل شاف بنت في منتهى الجمال والرقة، فاقترب منها سيدنا يعقوب وسألها، وعرف بالصدفة البحتة ان البنت دي تكون بنت خاله لبان، والبنت دي كان اسمها رحيل بنت لبان. كان سيدنا يعقوب يعلم تماما مدى صعوبة التقدم لها والزواج منها، خصوصا انه كان لسه لا يمتلك قوت يومه. فسكن حب رحيل في قلب سيدنا يعقوب، وخباه عنها وعن كل الناس، وحيدا مهاجرا من مكان لمكان، ومفيش اي حاجة في ايده يقدمها، هربان من بطش اخوه. كأن سيدنا يعقوب في عز الظلام الحالك قدت في قلبه شعلة نور، لقى اللي شبهه واللي بيدور عليه في وسط الكون، والنور ده كان رحيل بنت لبان. لحد ما جه اليوم الموعود، راح سيدنا يعقوب لخاله لبان بيطلب منه الزواج من ابنته رحيل. فانفجر لبان غضبا ورفض بشدة، ولكن بعد شوية رجع ووافق على طلبه، بس بشرط انه يخدمه يعقوب 7 سنين كاملين بدون أجر، وإن الأجر هيكون زواجه من رحيل. ففرح يعقوب جدا ووافق على الشرط ده. كان بيعمل بكل جد واجتهاد بدون مقابل، المقابل هو الطعام فقط. مر الأيام بطيئة جدا على سيدنا يعقوب، اللي كان مقرر في قرارة نفسه إنه أول ما يتزوج من رحيل هياخدها ويرجع بيها تاني الأرض كنعان. لبان ما كانش مصدق إن الفتى البسيط اللي جاي من كنعان هيقدر إنه يتحمل
يستحمل كل المشقة دي؟ الحياة اللي فرضها عليه لابان كانت صعبة وشروطه كانت قاسية جدا. ولاحظ لابان على يعقوب الصلاح الشديد، وانه في اوقات الخلوة كان بيتفرغ للعبادة ودعوة الناس لعبادة الله، وتمر السنين ببطء شديد لحد ما انقضى الوقت المتفق عليه اللي هم كانوا 7 سنين. وراح يعقوب على لابان وطلب منه انه يوفي بوعده ويزوجه بنته رحيل زي ما كانوا متفقين. وافق لابان ان هو يوفي بوعده، وفي الليلة الموعودة اخذ لابان العروسة ووصلها لبيت يعقوب محملة بالورود والزهور، عشان يتفاجئ يعقوب بانها ليست رحيل وانها اخت رحيل الكبيرة اللي كان اسمها ليئة. فعمل نفسه سيدنا يعقوب انه كان عارف ومرضاش ان هو يحرجها او يصرح ليها عن خدعة ابيها. وليئة لم تكن بذات الجمال مثل اختها رحيل. وفي اليوم التاني راح سيدنا يعقوب خاله لابان وهو غضبان جدا وقال له لقد خدعتني يا خال. فرد عليه لابان وقال له ليس صحيحا ان ازوج الفتاة الصغرى قبل الكبرى، لكن ان اردت رحيل فاخدمني 7 سنين اخرى. والغريب والغير متوقع ان سيدنا يعقوب وافق على الشرط ده للمرة التانية. وبدأ سيدنا يعقوب في خدمة لابان 7 سنين من تاني على امل انه يتزوج الفتاة اللي بيحبها. الامر اللي كان مخلي لابان نفسه مش مصدق. وتحمل سيدنا يعقوب كل هذه الحياة القاسية عشان يتزوج من رحيل. سيدنا يعقوب كان بيمتلك قلبا محبا لا يمكن تخيله. وترجع عجلة الزمن تدور من تاني وتعد على يعقوب 7 سنين من تاني. مر السنين لحد ما اقتربت السنة السابعة. بس ثواني كده، هي رحيل طول الفترة اللي فاتت دي كانت بتعمل ايه؟ دول 14 سنة. رحيل كانت فتاة مدللة جدا عند والدها، وكانت هي الاخرى بتحب سيدنا يعقوب ولكن في السر، الامر اللي خلاها ترفض كل طلبات الزواج منها. صبرت وتحملت 14 سنة زي سيدنا يعقوب بالظبط. تخيل معايا كده 14 سنة انتظار ومشقة وعمل قاسي، كل ده بس عشان يفوز باللي بيحبها. كل يوم بيزداد حب رحيل في قلب سيدنا يعقوب. وبعد 14 سنة تقدم سيدنا يعقوب وطلب من لابان الوفاء بوعده، وفعلا وفى لابان بوعده، واخيرا تزوج سيدنا يعقوب من رحيل بعد طول انتظار واحداث كتير. وبعد ما تم الزواج قرر سيدنا يعقوب ان هو يرجع على كنعان من تاني، يرجع وسط اهله واحبابه. فراح يطلب من لابان بعض الابل عشان يقدر يسافر بيهم، وان يعني 14 سنة ما يكونوش راحوا حتى كده يعني بدون مقابل. لابان اشترط عليه انه يخدم عنده 7 سنين من تاني عشان يقدر يديله بعض الابل اللي يعرف يسافر بيهم. للمرة التالتة بيوافق سيدنا يعقوب وبيعمل عند لابان 7 سنين اخرى ومقابل المشية. بس بعد 21 سنة في منهم 7 سنين قضاهم مع رحيل. في خلال ال7 سنين دول كانت وضعت رحيل اول مولود ليها سيدنا يوسف عليه السلام، طفل بغاية الجمال يطيب للرأي رؤيته، كأنه نتيجة حب عميق جدا بين سيدنا يعقوب وبين رحيل. وبعد انتهاء ال7 سنين كان يوسف الطفل الصغير وصل عمره 4 سنوات، وبدأ سيدنا يعقوب ان هو يجهز حاجته واغراضه للرؤية رجوع مرة اخرى لكنعان. بس المرة دي مش راجع لوحده، راجع معاه زوجاته وابنائه وابل ومشية. ولكن وهو في السكة يعرف خبر وفاة سيدنا اسحاق عليه السلام. اول ما يوصل سيدنا يعقوب لارض كنعان يلاقي اخوه العيس واقف بيستشيط خاضبا. لكن يشاء ربنا السميع العليم انه اول ما يشوف يعقوب قلبه يحن ويرق عليه من تاني، ويروح وياخد سيدنا يعقوب بالحضن ويعرض كمان على سيدنا يعقوب ان هو يفضل موجود معاه في كنعان ويتم الصلح بينهم. في السنة الثانية تضع السيدة رحيل طفلها الثاني وهو بنيامين، ولكن وهي بتولد بنيامين تتوفى السيدة رحيل. ويحزن سيدنا يعقوب حزن شديد جدا على حب عمره اللي ضحى عشانها ب14 سنة. وتمر الايام ومن ضمن ابناء سيدنا يعقوب يتعلق سيدنا يعقوب بسيدنا يوسف. سيدنا يعقوب كان بيحب سيدنا يوسف حب كبير جدا. لكن بوجهة نظرك، هل قدر سيدنا يعقوب ان هو يخفي الحب ده عن بقية ابنائه؟ طب ايه اللي هيحصل لو ابناء سيدنا يعقوب عرفوا مدى التعلق والحب الشديد اللي بيحبه سيدنا يعقوب؟
يعقوب لسيدنا يوسف هيحصل اللي هحكي لك عليه في حلقة بكرة ان شاء الله، الصراع اللي دار بين سيدنا يوسف وبين اخوات والقصة المليئة بالاحداث. كل يوم عندنا هنا في القناة هنتكلم عن نبي جديد بشرح مبسط وتفصيلي، معلومات اول مرة تعرفها. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صالح اعمالنا الى وجهك الكريم، اللهم امين. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.